السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم عالم ام وسيم الكتو. اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بالنسبه للفيديو اليوم غادي يكون واحد المملحه بالعجين المورق، كتجي سهله وكتجي مقرمشه كيف كتسمعوا، وخصوصا كتجي عائليه، ديروها في رمضان ان شاء الله. خليكم معايا حتى الاخير باش تشوفوا طريقه تحضير المقادير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج هنايا الشعريه الصينيه ديال الروز او الشعريه الصينيه العاديه، عندي كميه ديال الكفته تقريبا واحد 250 غرام، وعندي هنايا فلفله الوان والجزر اللي نقيته. بالنسبه لهذيك الشعريه الصينيه غادي نديرها هي الاولى في الماء اللي يكون بارد، دائما الشعريه الصينيه كنديروها في الماء اللي يكون بارد، وغادي نخليها على جنب حتى تطلق ليا مزيان، عادي غادي نقطعها. بالنسبه للفلافل خديت هنايا فلافل الوان، غادي نقطعهم مكعبات اللي تكون شويه كبيره ما تكونش صغيره. بالنسبه لهاد الشهيوه كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه، غادي تعجبكم، ديروها في رمضان علاش لا. وبالنسبه للجزر حتى هو غسلته ونقيته، حيت ليه القشر ديالو، وهنايا غادي نقطعو مكعبات اللي تكون صغيره كيف كتشوفوا، قطعت كل نص على ثلاثه وقطعتو الطريفات اللي يكونوا صغارين. هاد الحشوه كتجي بنينه بزاف وكتجي مختلفه. هنا بعد ما قطعت هذوك الخضر غادي نديرهم في واحد الزلافه، وغادي ندوزو المرحله انني غادي نشحرهم. هنايا خديت واحد المقيله درتها على البوطه ودلت زيت الزيتون فيها، هنا كنفضل ديرو غير زيت الزيتون، وحطيت هذوك الخضر ديالي. الا بغيتوا تزيدوا البصله حتى هي تقطعوها مكعبات صغيره يمكن لكم. هنايا غادي نزيد الملحه وغادي ندير البزار، غادي نكتفي غير بالملحه والبزار. غادي نخلي هاد الفلفله والجزر ديالي يتشحروا ليا في ديك الزويته، وضروري تغطيو عليهم باش يطلقوا هذاك الماء وينزلوا ما يتحرقوش لينا. غنخليهم تقريبا واحد 3 ديال الدقائق حتى 5 دقائق بين ما نزلوا ونعاودوا نرجعوا. هنايا بعد ما دازت 4 ديال الدقائق كيف كتشوفوا راهم نزلوا ليا، من الاحسن ما تخليهمش يطيبوا بزاف، غير ينزلوا شويه باش يبقى فيهم هذاك المذاق ديالهم. هنايا خديت هذيك الكفته اللي غادي نفرتتها حتى هي من فوق من هذيك الخضره ديالي، وغادي نزيد ليها التوابل. كيف قلت لكم هذه الوصفه كتجي عائليه، الا بغيتوا يعني في بلاصه ما تصيبوا هذوك المملحات يكونوا صغار، ديروا وحده عائليه كتربحوا فيها الوقت، وخصوصا راكم عارفين في شهر رمضان الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه كيكون الوقت شويه مزير. اللهم نديروا وحده عائليه ونوضوا نايضين. هنايا درت شويه ديال السكنجبير ودرت شويه ديال الكمون، صافي، وغادي نحركهم مزيان ونخليها بين ما طابت ليا ديك الكفته ونرجعو من بعد. هنايا غادي نضيف ليها ورق الرند اولا ورق سيدنا موسى اختياريه، انا كنفضل انها نزيدها باش هذاك الدهون اللي كيكونوا في هذيك الكفته كيمتصهم هذاك ورق سيدنا موسى. وهنايا هذيك الشعريه ديال الصينيه اولا الشعريه ديال الروز، بعد ما خليتها في الماء حتى طابت قطعتها بالمقص وصفيتها، قطعتها طريفات صغارين وصفيتها وزدتها على هذه الحشوه ديالي. غادي نخليها شويه بالماء تنزل ليا في المقله مع الخضره غير واحد شويه، وغادي نحيدها. بعد ما حيدت الحشو ديالي من فوق من البوطه كيف كتشوفوا، زدت ليها انا واحد المعلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس، وخاصكم تخليوها حتى تبرد عاد نكملوا عاد نستعملوها. هنا بالنسبه للعجين المورق كنت استعملته معكم في الفيديو الفايت، خلي لكم الصور. هنايا كنت استعملته غير الزبده درتها غير في الحكاكه اولا المارغرين غير حكيتها، كيجي زوينين وكتجي طريقه ناجحه وسهله، وكتستعمل يعني النهار اللي كتصايبوهم فيه النهار اللي كتوجدوا بهم المملحات ديالكم اولا الشواء اللي بغيتوا ديروها بهم. هنايا بعد ما طلقت هذاك العجين ديال المورق ديالي غادي ناخذ واحد المول اللي غادي ندخلو الفران وغادي نعبر عليه
وغادي نحط فيه هذاك العجين المورق. بالنسبه للفيديو السابق كنت حضرت معكم واحد الكميه ديال 3 كيسان ونص ديال الفورس و 250 غرام ديال الزبده مارغرين، حضرت بهم دوك المملحات الصغارين اولا الفرديين، واللي بقى لي درتو في المجمد هو اللي استعملته معكم دابا. في هذه المرحله ضروري هذاك الحشو ديالكم خاصو يكون بارد باش ما تخسرش لكم هذيك الورقه اولا هذاك العجين المورق، خلي تحتها بردات ليا مزيان عاد ضفتها من الفوق. هنا تقدروا تستعملوا اي حشوه بغيتوا، ماشي ضروري تستعملوا هذه اللي درت، لكم الاختيار. هنا غنصايب لاصوص بيشاميل، خديت واحد المعلقه ديال الزبده غادي نحطها الدوب فوق المبوطه، وز معها معلقه كبيره ديال الفورس وخلطتهم حتى ولات ليا ذهبيه. عاد خويت عليها واحد الكاس ديال الحليب من الثلاجه وزدت على شويه ديال الملحه الابزار وشويه ديال التحميره هي اللي عطات هذاك اللون، وحتى هي خليتها حتى بردات عاد غادي نضيفها من الفوق. الا بغيتو ديروا هاد لاصوص بيشاميل من الاول وتخلطوها مع الحشو ديالكم وتضيفوها يمكن لكم، انا خليت حتى زدتها من الفوق. وهنا غادي ناخذ واحد طف اخر ديال العجين المورق وغادي نضيفو من الفوق، وغادي نحاول انني نسد به هذاك الحشو ديالي اولا نغطي به هذيك الحشو ديالي. طريقه سهله ودغيا دغيا كتوجد لكم، خصوصا كيف ما قلت لكم هاد العجينه السحريه اولا هاد العجين المورق دغيا كيوجد، يعني ما كتبقاوش كل مره تدخلوه للثلاجه. هنايا بقات لي واحد شويه ديال العجين المورق، خديت هاد لي موتيف وغادي نقطعهم به ونزوق به هاد المملحه العائليه كيف غتشوفوا معايا. بالنسبه للعجين المورق راه كتحتفظوا به في المجمد حتى تبغيوه، وجبدوه استعملوه في اي مملحه او لاي حاجه بغيتو تستعملوه بها، خصوصا في شهر رمضان كنستعملو بزاف ديال الشهيوات كنربحو به الوقت. هنايا بعد ما قطعت هذوك لي موتيف اللي عندي غادي نلصقهم اولا غادي نديرهم من فوق من هذيك مملحة. هنايا غنحاول انني نسد الجوانب مزيان غير بالصبع ديالي، اولا تقدروا ديروا فرشيطه من الجناب ونقاد لها الوجه ديالها باش يجينا مقاد. هنا استعملت الفرشيطه حتى هي ذاتها في الجناب باش تعطيني هذاك الشكل كيف كتشوفوا المشنفه من الجناب، وغادي نلصق كيف قلت لكم هذاك العجين المورق من فوق منها. كتجي طريقه جديده ومختلفه. هنايا خديت واحد الصفر ديال البيضه وغادي ندهن به غير هذوك لي موتيف اولا هذوك العجين المورق اللي درتو من الفوق غير بوحديتهم باش كيعطيوني واحد اللون زوين بعد ما كطيب ليا هاد المملحه، كيعطينا لون زوين مختلف على الوجه ديال المملح. هنايا غادي نكون مسخ الفرن سخون مزيان، غادي ندخلها غنقص عليها مزيان نخليها طيب من التحت، بعد ما نحس بها طابت من التحت نشعل عليها من الفوق دائما النار مهيله حتى تحمر. وكيكون هذا هو الشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفران. كيف قلت لكم كتجي مقرمشه، غير هو خليوها خليو الفران يكون ناقص باش طيب على خاطرها. وهنايا دوك الفلافل الالوان كنت خليت منهم اللي زوقت بهم زوقتها بهم الوجه ديالها، وهاد لي موتيف كيف كتشوفوا كيجيو زوينين. غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كيف كيجي من الوسط. الى كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، ما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم واللايكات ديالكم. راه مازال سخونه كيف كتشوفوا كتجي كتشهي زوينه مقرمشه، وهذا الحشو اللي فيها الداخل كيعطيها واحد المذاق اللي زوين. الى جربتوها خليوا لي التعاليق ديالكم،
وكيكون هذا هو وصلنا لاخر الفيديو بالصحه والراحه، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله.